اليوم حنصور قديش صاروا القطط. يا عمري شو كيف يحضن نفسهم. طبعا خربة شو فهد. الآن ليلي فين حلاوتك المفضلة؟ ليلي هذولا حلوياتها المفضلة. فهد فين حلاوتك المفضلة؟ فهد هذه حلاوتك المفضلة حطها. أخذها المدرسة كمان. حطها. هذه حلاوة فهد. فهد معاه صندوق لبان. وليلي هذا كله مخزونه من الحلويات وليلي معها هذه الحلويات. اوكي الان كل واحد هياخذ حلاوه الثاني بس بايش شرط. كل واحد الان يختار قطه ونسوي سباق اللي قطته حتفوز. يعني اذا فازت قطه ليلي حتاخذ لبان فهد كامل العلبه, واذا فازت قطه فهد فهد حياخذ حلويات ليلي كامل. يلا الآن ليلي ايش حتختاري من واحد؟ بوبو. كبير. أنا بوبو. كبير. أنا بوبو. حجرة ورقة مقص بسرعة من مرة واحدة. حجرة ورقة مقص. لا أنا أشوف. حجرة ورقة مقص. إيش هو فهد؟ الشهد. هيا ورقة مقص. فهد. أختار كوكي. كوكي أوكي. أنا كوكي. يلا كل واحد يختار نشوف السباق. كوكي أدلوك حديلك. كوكي كوكي ومين؟ بوبو. بوبو يلا أرجوك يا بوبو فوزني فوزني أرجوك. اسكت ولا حدي لك كمية من التحلية. تمام يلا ليلي وانت فهد ايش حتقول لبوبو؟ انا مختارتك على الفاضي. انا تخفيك يتخفي. اوكي خربشك خربشني. يلا الان حنبدا السباق بين بوبو وايه كوكو. الآن مع كوكو وكوكي. فهد ماسك على قلبه خايف. تتوقعوا مين حيفوز في السباق؟ كوكي. فهد جالس يهدده. يلا وليلي تشجع حقها القطة. يلا ثلاثة استنوا ثلاثة اثنين واحد ابدأوا. ليلي 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 كوكو كوكو هو اللي فايز. كوكو فوزتنا فوزتنا يا كوكو كوكو. فهد 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 يخنق. المؤونة كلها حق فهد اللبان. يلا ليلي مبسوطة أخذت حق فهد. ايش فهد مع صندوق لبان ثاني بعطيكي هذا زيادة بس غيره بس بيختار قطة ثانية. اوكي بس انا حبيت على كوكي حبيبي. طيب اوكي دحين فهد حيغيب قطة ثانية كوكي. انا عايزك بيبي لا تخافي كوكي. يلا فهد الحين حيختار له واحدة ثانية كوكي عشان السباق. شوفوا كوكي كيف حلاوته. فهد يطالع في وجهه اختار المشاغبين. كوكو كوكو ماسك على النحشة. فهد بيجربهم واحد ولا الثاني. يلا ولا كوكو حبيب الدنيا. نشوف فانيليا مكسح. شوفوا كوكي فانيليا سايحة. شايفين كوكي؟ شايفين كوكو كيف دقيقة اصبري. اخر واحد بس اخر واحد. يلا شوف سكر كيف طالع في فهد تقول ايش جالس تسوي في عيالي. هيا 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 يلا يا فهد نشوف. لا خلاص انا قررت اوريو انا تنفذها. يلا فهد ليلي حتاخذ الصندوق الثاني حق فهد اللبان بتهدده. يلا 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 بتحصنوهم ولا ايش بتسووا؟ ثلاثة اثنين واحد روح. يلا خش في الضرب. لا مش حتى اللي يلا ايش اسمه الثاني؟ اوريو؟ كوكو. انا اوريو. اوريو كوكو روح روح
كذا. عاد انا اروح لا كمان. غشاشة ليلي غشاشة. ليه غشاشة؟ ليه غشاشة؟ ليه غشاشة؟ لسه ما خلص التحدي. لسه يعيد. الآن نعيدها من دون غش. يلا كذا مالك يلا من دون غش. 3-2-1 كل واحد يسيبه. فهد خسروا اكثر واحد. وافضل واحد بين الخمس القطط الفائز هو الفائز بكل الحلويات. اعطى ليلي كل الحلويات. شكرا يا كوكي والله كيف عليك. انا دربت زي الناس. ليلي دربت وكان يجري ورايا وادرب وادرب. شفت كيف يجي لكم؟ امشي ويهربوا كلهم بيهربوا منه خايفين. هذا ايش اسمه يا فهد؟ كوكي. يلا اللي بعده. هذا اوريو. وهذا بوبو. هذا اكثر واحد تحبوه. ايوه. وهذا خلاص هذه فانيليا. ايوه هذا حسبناه فانيليا زي ما خربشته واحده. يلا ما شاء الله القطط كبروا. وهذا الالوان الغامقه. وهذا اللي هذا اللي تبنينا لأمه ماتت. أشوف إيش لون عيونه يا فهد؟ لون عيونه زرقاء. أنت تصرفه إيه؟ حينتحر. قلت عيونه زرقاء سوري. قال إيه وعيوني زرقاء. أنا زرقاء؟ طبعاً واحدة من المتابعين قالت نسمي هذه القطة البيضة فانيليا. خلاص عجبهم الاسم ليلي وفهد حيسموها فانيليا. تحبوا سكريم الفانيليا؟ أيوه. خلاص هذه القطة البيضة حنسميها فانيليا. مرة حبينا الاسم. الآن نشوف كيف كبروا وش يسووا. حيتسلقوا ويتضاربوا. طبعا يا ليلي مين أكبر واحد؟ هذا. إيش اسمه؟ بوبو أكبر واحد بياخذ حليب أخوانه. والمتمني فانيليا هو أصغر واحد. أيوه. دحين هنقصقص لهم أظافيرهم أول. أيوه بالقصاص اللونه أول. أيوه وبعدين حنعلمهم نشوف كيف يتسلقوا. الآن يا فهد تقريبا كم صار عمرهم؟ شهرين؟ ايش؟ أقل من شهر 3 أسابيع تقريبا. الآن مع حركة بهلوانية مع سكر. شوفوا كيف دحين تنط سكر من القفص. تبي تحليل؟ تفضل تحليل. يلا نشوف دحين سكر كيف حتنط. يلا سكر هنا. أعلى سكر هنا أعلى قفلناها. يلا سكر وي تبغى انت بعدها. طبعا وروني اشوف ايش اللي بتحطوا. هذا ايش التحلية حقهم والمكافأة. هذا اشياء نشتريها للقطط يحبوها مرة. يلا بالدجاج صح؟ ايه بالدجاج طالع. يلا بالدجاج طالع. يلا ارفع فوق عشان طيب. يلا نطي. ها ها عشان كيف يحضن امه. شو يقول امه انا كمان اعطيني. ما شاء الله صاروا يتسلقوا بسبب الاكل. تاكل الكيس. واو شو كيف تسلق. شو كيف تسلق. شو تحليه هنا باقي تحليه باقي تحليه حيطير عشان الاكل.
هذا سوبر هيرو. باتمان. هذا باتمان، خلاص نسميه باتمان. باتمان. ما عنده فرع اللي خوف بس باتمان. ها خوف. ليديك شوش. واو كيف تسلق؟ انزل تحت. سوي كحل شغلي؟ العيال كلها جنت عشان التحلية. طيب شوف شوف الصغار. كيف؟ كيف كذا؟ شو كيف تسلق؟ هذا كله الكفاح والإصرار عشان الأكل. خليكم زي باتمان. هذا عندكم طموح وإصرار. خليه طالع. تبغى تطيح تبغى حلاوة نط عشانه. تبغى أخذ نط. ما شاء الله حضنتهم الخمسة كامل. إيوه يقول يلا مسكوهم. تقول حيمسك واحد من عيالي. يا ويلو شوف قربوا بس من عيالي شوف ايش حسوي فيكم. خلاص خايفين خايفين. حط حط يدك يا فهد شوف ايش حتسوي لك. قالت يدك وسخة قامت تنظف فمها. انتهى فيديو اليوم ان شاء الله عجبكم وحننزل عنهم فيديوهات مره كثير واكتبوا مقترحات ثانيه عنهم. لا تنسوا الاشتراك. باي باي تعالكم.